استعرض رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تقريرا مفصلا حول جهود الهيئة المصرية للشراء الموحد لتوطين الصناعات والمستلزمات الطبية بالتعاون مع عدد من الكيانات العالمية. وأكد مدبولي حرص القيادة السياسية والحكومة على توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في مصر لتحسين المنظومة الطبية وزيادة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، منوها بتوجيهات الرئيس السيسي بزيادة جودة المنتجات المصنعة محليا حتى تستطيع منافسة الشركات العالمية في الممارسات التي تطرحها هيئة الشراء الموحد.